السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أخوي؟ اليوم طبعا راح نشتغل على الـ RDR، على هيك على هذا العيار. طبعا الحديد ملغي على الأخير هيك، تمام. بسم الله، الله أكبر، يا رزاق يا كريم يا الله. طبعا هذا هدف حديد لأنه عم بقطش. طبعا وقت ما نقول عم نلغي الحديد، يعني الحديد ما بيلغي، لأنه الحديد كذا نوع. في بعض الحديد بيطلع شخد من كان، يعني شخد من كان الجهاز بيرفضه بده يطلع الحديد، وفي بعضه ما بيطلع حسب يعني. بس طبعا قدر المستطاع بيحسن يميز. فلس ناعم ممسوح، الحمد لله. بسم الله، تبع زر نحاس طبعا هي. الحمد لله على كل حال. بسم الله، بسم الله. عثمانية ضربها في مصر، الحمد لله.
ايه، واليوم نكتفي بهالفيديو. دمتم في رعاية الله، والله يرزق الجميع يا رب. طبعا اللي عم يسأل على رقمي، الرقم موجود بالوصف. وميت اهلا وسهلا، اي استفسار نحن جاهزين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.